بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. الليلة إن شاء الله حنتكلم عن إنس أوفن تراينجل، مثلث إنس أوفن. فكرة هذا المثلث إنه نحن حنقوم برسم مثلث يحيط لنا بعضلة القلب من كل الزوايا، زي ما نحن شايفين هنا قدامنا ده القلب أو الهارت، وقمنا برسم مثلث اللي هي 3 أضلاع. هذا المثلث بيحيط بالقلب من جميع الزوايا أو من كل الزوايا المحيطة بالقلب. إذا المثلث عبارة عن تيار كهربائي، أو هو بيجري لنا أي حركة كهربائية داخل هذا المثلث. طيب كيف بيتم قراءة هذه الكهرباء أو قراءة هذا التيار الكهربائي؟ اللي هو بنقوم بوضع ليد أو سنسر حساس بالكتف اليسار في الليفت ارم، وكذلك بنوضع ليد في الرايت ارم، وبنوضع ليد في الليفت ليج زي ما شايفين قدامنا هنا. طيب الهدف من هذه الليد انه نحن نقدر نعمل خط كهربائي يمر بنقطتين زي ما موضح قدامنا. عندنا خط بيمر بين الرايت ارم والليفت ارم، وبين الليفت ارم والليفت ليج، وبين الليفت ليج والرايت ارم زي ما نحن شايفين قدامنا، وكل واحد عنده قطب سالب وقطب موجب. طيب بما انه الكهرباء بتمشي من الاس اي نوت للاي في نوت اللي هي من اعلى الاذين، الاس اي نوت النقطه بتاعت الاس اي نوت الى الاي في نوت، ثم بعد ذلك الكهرباء تمشي للابكس ثم تنتشر الى القلب داخل القلب. اذا حركه الكهرباء بشكل عام هي من الاعلى الى الاسفل، اللي هي من الاس اي نوت الى الاي في نوت. طيب نحن تحدثنا في السابق زي ما نحن شايفين هنا مثلا عندنا في السلايد الثاني انه ده الهارت، عموما ده القلب يحتوي على 4 غرف 4 chambers، اللي هم 2 upper 2 في الاعلى و2 lower اللي هم الاثنين في الاسفل، اللي هو الاعلى اللي هو الاتريوم والفنتريكلز. طيب زي ما شايفين انه العضلة بتاعت الفنتريكلز هي اكبر من العضلة بتاعت الاتريوم، زي ما هنشوف نحن ان شاء الله في الاشاره بتاعت الاي سي جي. دايما بنشوف الاشاره اللي هي طالعه من الاس اي نود من اللي هي الثاني اتريو نود، بنلقى الاشاره بتاعت البي ويف هي كحجم الكونتراكشن فيها بيكون القيمه صغيره مقارنه بالفنتريكل، لان الفنتريكل هو في الحجم او في من القلب كله هو عباره عن عضله، فالفنتريكل بيمثل تو فنتريكلز بيمثلوا اكبر جزء من العضله بتاعت القلب. فالكهرباء بشكل عام زي ما شايفين بتنتقل من الاس هي نود بتمشي للاي في نود، من الاي في نود بتنتقل بتمشي للبندل اوف هيز، ثم بعد ذلك بتمشي للرايت بندل برانش والليفت بندل برانش حتى ان تمشي للبيركنج فايبر اللي هي عباره عن اعصاب بتكون داخل العضله بتاعت القلب. ونحن نعرف انه العصب هو الوظيفه منه انه ينقل الاشاره الكهربائيه. طيب نرجع للرسمة بتاعت انيس اوفن بتاعتنا، زي ما نحن عارفين انه قلنا الاشارة بتجي من الاس اي نوت للاي في نوت من الاعلى للاسفل، معناتها الطرف ده من الليد حيكون في الرايت ارم بيمثل هو نيجاتيف، لان الكهرباء جاية من الاعلى وماشية في الاتجاه الاسفل، اذا الليفت ليج حيكون هي بوزيتيف، اذا الرايت ارم حتكون نيجاتيف بالنسبة للليفت ليج، وكذلك هي نيجاتيف بالنسبة للليفت ارم. طيب الكهرباء هنا ماشية في الاتجاه بتاع الليفت ليج، معناتها هي هنا هتكون شنو؟ هتكون بوزيتيف. طيب هنا كذلك نفس الشيء، طالما هنا الكهرباء ماشية هي في الاتجاه بتاع الليفت ليج، معناتها هنا هتكون هي بوزيتيف بالنسبة للرايت ارم، هتكون بوزيتيف بالنسبة للليفت ارم. بالنسبة للكتف اليسار نفس الشيء، هيكون هنا سالب بالنسبة للليفت ليج، وكذلك حيكون سالب بالنسبة حيكون بوزيتيف بالنسبة للليفت ليج، وحيكون بوزيتيف بالنسبة للرايت ارم زي ما نحن شايفين. عموما في القلب بالنسبة للقلب اصلا او الوظيفة من هي يعني كهرباء القلب، هي الهدف منه انه عملية الانقباض بتاع الاذينين وكذلك الانقباض بتاع البطينين. بالنسبة للإنسان الانقباض بتاع الآتريوم بيسمح بدخول الدم إلى الفنتريكل زي ما عارفين، ولكن أساسا 70% من الدم بيجي نازل
في الفنتريكل في البطين بفعل الجاذبية الأرضية بشكل طبيعي. إذا انقباض الأتريوم بمر الفنتريكل بمر لي 30% من الدم للفنتريكل. إذا 70% من الدم من خلال الدورة الدموية، 70% منه بينزل في الفنتريكل من غير أي عملية بتاعت كونتراكشن في الأتريوم. وعندما ينقبض الأتريوم بيمر حوالي 30% من البلد اللي هتكون هي نسبة 100%. وزي ما اتكلمنا سابقا انه ليه بيتم العملية دي، لانه زي قلنا نحن العضلة في الجزئية بتاعت الأذينين هي كحجم اقل من الفنتريكل، الاثنين الفنتريكل اتهم. طيب حركة الكهرباء، هنا لو رجعنا للرسم الاولى، حركة الكهرباء داخل هذا الخط هنا اللي هو الخط ده اللي هو بيسمى ليد 1، وكذلك هنا يسمى ليد 2، وكذلك هنا بيسمى ليد 3 اللي هو بنمشي من اليسار ونحن ماشيين لليمين. حركة الكهرباء في اي خط من هذه الخطوط الثلاثة اللي هي ليد 1 او ليد 2 او ليد 3 دائما بتنتقل من اليسار لليمين. اذا فكرة الكهرباء هنا زي ما شايفين في ليد 1 بتكون دائما في شنو؟ في هذا الاتجاه اللي هو من اليسار لليمين، وكذلك هنا هتكون من اليسار لليمين، من وكذلك في الليد الثالث هتكون من اللي هي من اليسار لليمين، من اليسار لليمين زي ما نحن شايفين قدامنا نحن هنا. طيب الفكرة انه اي كهرباء بتنتقل داخل القلب سواء كانت في اتجاه السهم او الليدز بتكون بوزيتيف. يعني نحن نركز اذا كان الكهرباء ماشية في اتجاه الليد بيديك حاجة اسمها بوزيتيف ديفليكشن، واذا كانت الكهرباء في القلب ماشية عكس اتجاه الليد بيديك حاجة اسمها النيجاتيف ديفليكشن. زي ما شايفين هنا اذا كانت الكهرباء ماشية في اتجاه الليد ده بيدينا بوزيتيف كومبلكس او بوزيتيف ديفليكشن، واذا كانت الكهرباء ماشية في اتجاه عكس اتجاه الليد هنا بتدينا نيجاتيف ديفليكشن او النيجاتيف كومبلكس. طيب اذا كانت الكهرباء في اتجاه الكهرباء المارة عموما ماشية باتجاه الليدز مثلا، او مثلا ماشية بجانب الليدز، اول ما تقترب منه يعني اذا افترضنا مثلا ده الليد مثلا، اذا الكهرباء جاية من فوق مرة بجانب، اول ما تصل الليد بيديك بوزيتيف ديفليكشن، واول ما تمشي بعيد من الليد بيديك نيجاتيف ديفليكشن اللي هو زي ما شايفين هنا، دي بيسموها بالبايفيزيك كومبلكس، بيسموها بالبايفيزيكس كومبلكس. طيب لو جينا نحن بالنسبة للرسم بتاعت الإشارة بتاعت الـ ECG، طيب الكهرباء بين الليد 2 دائما في العناية المكثفة في الأجهزة بتاعت البيشن مونيتور في السي سي يو أو في الأي سي يو عموما، أو في العمليات بتاعت القلب أو في الأجهزة بتاعت زراعة الأجهزة البيس ميكر، دائما بيكون الدكتور مركز على الليد 2. ليه الليد 2؟ لأنه الليد 2 هو أكتر ليد بيدي إشارة قوية. ليه؟ لأنه الليد أصلا هو ماشي في اتجاه كهرباء القلب من الأعلى للأسفل زي ما نحن شايفين. إذا لو جينا نرسم إشارة الإي سي جي مع بعض، في الحالة بتاعت الكونتراكشن بتاعت الأتريوم هتظهر لي البي ويف، هتظهر لي بي ويف كبيرة، تمام؟ ليه؟ لأنه أصلا الليد 2 حجر لي الكهرباء أصلا هي ماشية في اتجاه شنو؟ اتجاه كهرباء القلب. لو جينا بالنسبة لليد 1 حجر لينا برضو بي ويف، لكن بي ويف مقارنة بالبي ويف اللي في ليد 2 هي أصغر شوية، لأنه الليد ماشي في اتجاه الكهرباء بتاعت القلب لكن بزاوية كبيرة جدا. طيب لو جينا لليد 3 هنلقاه برضو هو الليد ماشي في الاتجاه اللي هو من الاعلى للاسفل للكهرباء، لكن برضو يديك بي ويف اكبر مقارنة بليد 1. اذا الكهرباء في ليد 1 في اللحظة بتاعت الكونتراكشن بتاع الاتريوم بنجد انه البي ويف في ليد 2 بتكون كبيرة جدا، اما في ليد 1 بتكون صغيرة نوعا ما، في ليد 3 بتكون اكبر من ليد 1 واقل من ليد 2. طيب بعد ما الكهرباء تطلع من الاتريوم تمشي للفنتريكلز اللي هي تمشي في الاي في نود وتمشي للابكس وتدي البيركن شايبر ويحصل كونتراكشن في التو فنتريكلز، بنجد انه الكيو ار اس كومبلكس في ليد 2 هتكون اكبر لانه الكهرباء ماشيه في نفس الاتجاه بتاع الليد، وكذلك في ليد
1 هنلقاها عندنا كيو ار اس كومبلكس، لكن لو قارناها بالكيو ار اس كومبلكس بتاعت ليد 2 هنلقاها اقل، لان الليد اصلا الكهرباء ماشيه في الاتجاه برضه من النيجاتيف للبوزيتيف لكن بزاويه كبيره جدا. وفي ليد 3 كذلك هنلقى كيو ار اس كومبلكس، لكن لو قارناها بليد 2 هنلقاها هي اقل، ولو قارناها بليد 1 هنلقاها هي اعلى، لانه الكهرباء ماشيه في نفس اتجاه الليد لكن بزاويه اقل من ليد 1 زي ما نحن شايفين عندنا هنا. لاحظ في الرسم هنا عندنا بتاع الاي سي جي، لو لاحظنا طبعا دي البي ويف اللي هي بتظهر لي في الحاله بتاعت الكونتراكشن بتاع الاتريوم، بعد ذلك بيحصل زي جاب شوية كده اللي هو ده بيسموه بالبي ار سيجمنت، اما المسافة من البي وبداية ظهور الارض بيسموها بالانترفل، اما الحتة اللي بيحصل فيها جنكشن دي هنا دي بيسموها بالسيجمنت اللي هو بي ار سيجمنت. بعد ذلك بيجي يحصل كونتراكشن في الفنتريكل، بتحصل لنا الكيو ار اس كومبلكس، بعده يحصل الاس تي سيجمنت، حتى بيحصل الريلاكسيشن في تو فنتريكلز وتبدا تاني تتكرر. زي ما شايفين هنا في الرسم بتاع الاي سي جي عندنا الليد 1 وعندنا الليد 2 وعندنا الليد 3، زي ما قلنا انه لو لاحظنا دايما الاطباء في العنايه المكثفه او في غيره بيعتمدوا على الليد 2 لانه قلنا هو اكتر ليد بيدينا كهرباء. وزي ما شايفين هسه لو لاحظنا عاين هنا عندنا في ليد 1 وعاين ليد 2، بنلقى انه الاشاره في ليد 2 اعلى من الاشاره في شنو؟ في ليد 1. ليه؟ لانه الكهرباء بتاعت القلب هي ماشيه في نفس الاتجاه بتاع ليد 2. كذلك لو جينا قارنا زي ما قلنا ليد 3 بليد 1 بنلقى ليد 3 بيدينا سيجنال اقوى من اللي هو من ليد 1، لانه ليد 3 برضه اللي هو الكهرباء بتاعت القلب ماشيه في اتجاهه لكن بزاويه اكبر شويه من ليد 2. وكذلك الليد 1 زي ما شايفين الاشاره فيه بتكون شنو؟ ضعيفه. اذا ليه نحن بنعتمد على ليد 2 دايما في البيشن مونيتور؟ بيكونوا مثبتين انه يشوفوا ليد 2، كذلك في بعض العمليات ليه في او في السي سي يو؟ لانه ليد 2 بيدي اشاره زي ما قلنا قويه مقارنه بباقي الليدات. ليه؟ لان الليد الكهرباء بتاعت القلب ماشيه في نفس الاتجاه بتاع الليد.